بسم الله الرحمن الرحيم. في لقاء بيتجدد مع اخواتنا المتابعين في تاني حلقاتنا من حلقات سلسلة الشفاعة، واللي بنأكد فيها ان كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيجاوب على كل اسئلتنا، وده الطرح اللي احنا متبنيينه في قناتنا وعلى منصتنا، ان كتاب ربنا سبحانه وتعالى هو الكتاب الذي ليس عليه خلاف، وهو الكتاب الذي به الهدى، لانه منزل من عند الله، والله يعلم ما يناسب عباده الضعيف اللي زينا واللي واصل في درجات العلم. فإحنا بنستقي معلوماتنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لأن كتاب ربنا فيه الهدى. فبنقول إن تاني آية بتجاوبنا على أسئلة الشفاعة، وأن مقصودنا من مما فهمناه من كتاب الله أن الشفاعة من الله وإلى الله ولله وحده، لا يتحكم فيها بشر ولا يتدخل في ميزان الله بشر ولا يتدخل في حكم الله أيا من كان بكلام ربنا سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية في السلسلة الثانية بعد سورة المدثر حسب ترتيب آيات النزول، سورة النجم الآية رقم 26 اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وعشان بنأكد على كلامنا، احنا لن نقتطع آية من سياقها او كلمة ونجري بيها، الا من بعد ان يأذن الله، اي اذن الله يعني سمع الله لقوله. فهل سيرضى الله بقول هذا الملك؟ وزي ما احنا شفنا التدرج في آيات الشفاعة طبقا لآيات النزول، ربنا في سورة المدثر في اول آية من آيات الشفاعة كما أنزلت على سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ينفي فيها شفاعة الشافعين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينفي عن سكان الأرض مجتمعين كل معتقدات الناس من كون الشفاعة تنسب لأحد دون الله. فربنا بياخدنا بالتدريج عشان يربينا تربية قرآنية من كتابه مش من أهواء الناس. ففي الأول خالص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في المدثر بيقول لهم وبيقفل عليهم الباب: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. وبياخدهم: طب خلاص ضاقت بينا الأرض وما لقيناش سكتنا في الأرض وما لقيناش لينا ملجأ في الأرض لبشر يتوسط عند الله، طب ما نشوف ملك. فربنا بياخدنا للسلمة التانية اللي العقل، أي عقل هيفكر بالتدريج، اللي هو الرسول نفسه بينفي عن نفسه وبينفي عن اي احد. الكلام ده في كتاب الله، مش في كتاب، مش في اي كتب اخرى، الكلام ده في كتاب الله، واحنا نستقي معلوماتنا من كتاب الله. وربنا بيخاطبنا وبيقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. يبقى لما ربنا يأمرنا ان احنا نتبع ما انزل الينا من ربنا اللي هو الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا اللي هو القرآن الكريم، خلاص يبقى ما يعني ليس لك من الامر شيء. يعني ما تجيش بقى ايه تبجح وتقول لا طب انا اسمع من كلام تاني او انا اشوف الملخص في حتة تانية. طب ما ربنا قال لك كتاب فيه ايات مبينات، يعني الايات بينة بذاتها، مش محتاجة حد يبينها لك. المهم، فالتدرج، في التفكير الانساني البشري، اذا كانت شفاعة من في الارض جميعا من البشر والرسل تم نفيها على لسان الرسل انفسهم، فالعقل البشري ممكن يفكر تاني او شيطانه او يوسوس له او اي حد، مهم ان عقلك هيشطح ويشطن كده وايه ويفكر ان ممكن حد في السماء له واسطه عند ربنا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: وكم من ملك، برضه بينفي، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن. والاذن هنا يا جماعه مش الاذن ان انا بدي اذن، الاذن يعني من الاذن، الإذن يعني السمعة، وأذنت لربها وحقت. هل الأرض بتأذن لربنا؟ هل السماء بتأذن لربنا؟ بتسمع لقول الله، بتسمع لأمر الله. إذن إذا سمع الله، إذا سمع الله قول ملك أو قول نبي، لابد أن يأتي هذا الملك وهذا النبي بما يوافق ميزان الله الحق. إيه ميزان الله الحق؟ اللي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش. أنتوا عايزين تمشوها كده؟ لا، عند ربنا لا، عند ربنا قال كلها ليستوي الأعمى والبصير. يعني انتوا هتعقلوها ازاي؟ ربنا هيساوي الاثنين ببعض؟ ربنا هيساوي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالمنافقين والمجرمين؟ ربنا هيساوي المسلمين بالمجرمين؟ ربنا هيساوي الناس الطيبين بالناس الظالمين؟ يعني نعقل الكلام ونشوف ميزان ربنا. هو ميزان ربنا العدل يا جماعة، ميزان ربنا العدل والحق. الحق اللي هو ايه؟
اللي مفيش مماينه، مفيش ايه فوتها كده والنبي المره دي، مفيش الكلام ده. وسياق الايه عشان برضو ما فيش حد، ما احنا بنتناول ايه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لازم ناخد السياق اللي قبلها واللي بعديها. فربنا سبحانه وتعالى في سوره النجم بيقول لنا ايه بقى؟ ان هي الا اسماء ها سميتموها انتم واباؤكم. بالله عليكم انا عايز كل واحد عاقل، عاقل بس اللي بيفكر ياخد الايات دي ويعرضها على عصرنا وواقعنا الحالي دلوقتي ونشوف البثوث المختلفه عبر منصات التواصل الاجتماعي والخلافات اللي بتدب بين ابناء الدين الواحد، وان هم خلاص يعني الناس مش طايقه تسمع بعض، والناس هتكفر بعض لمجرد ان هو بيدافع عن شيء هو لم يقرأه ولم يبحث فيه ولم ينعم الله عليه بهدايه. احنا بننعم بنتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا في كتابه بالهدى، وبنسترشد بالله وحده في ايصال هذا الهدى. فناخد الآية دي، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. يعني إيه إن يتبعون إلا الظن؟ مش متأكدين. دايما هتلاقي كل المتشدقين بفهم الدين وبإيصال الدين وتجار الدين هيجي في الآخر كده ويقول لك إيه؟ والله أعلم. طب لما هو والله أعلم أنت بتتكلم ليه؟ انت بتجزم حقيقة علمية ربنا ما قالهاش في كتابه ليه؟ طب ايه الفرق ما بينك وما بينه؟ انا بقول كلام ربنا بدون فهم مني، ده كلام ربنا واضح وصريح مش محتاج حد يأوله، مش محتاج حد يفسره. انا لما اجي اقول لك فما تنفعهم شفاعة الشافعين تلاقي قليل الرأي والتمييز يقول لك طب ما هو ربنا بيذكر الشفاعة. ده انت يعني انت ما خدتش بالك من الآية، من اول الآية فما تنفعهم، يعني اذا كنت انت متوهم ان هناك شفاعة فربنا بيقولك ان الشفاعة اللي انت متوهمة دي مش هتنفعك. انت ليه خدت ان كلمة شفاعة مذكورة وليه ما خدتش النفي اللي موجود في اول الآية؟ ده ربنا بينفي لك هذا التوهم اللي موجود عندك. والآية وسياق الآية اللي انا بتكلم فيها بيأكد الكلام اللي انا بقوله، اللي هو ربنا بيقول ايه؟ هي اسماء انتوا اللي سميتوها انتم واباؤكم. رسول القرآن غير رسول اللي موجود عند بقية الطوائف والمذاهب. رسول القرآن يقول ويخبر ما أمره الله أن يقول، لا يقول من تلقاء نفسه، لا يشرع من تلقاء نفسه. الله هو الذي يبين الآيات، والله هو الذي يفصل الآيات، والله هو الذي يهدي. وما أنت بهدي العمي عن ضلالتهم، وما أنت يا محمد وغيرك من الأنبياء والرسل بهدي العمي. إذا كنت أنت أعمى ومش عايز حد، مش عايز تاخد بالك من الطريق، مش عايز حد ياخد بايدك كده ويسننك ويقول لك طريق هناك اهو يلا امشي فيه، انت مش هو اللي يمشيك بالعافيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك انه يهديك، هو بيدلك على الصح. واي رسول جاء ليبلغ هذا، فما فيش حد يتوهم ان الرسول اي رسول بايده مفتاح الهدايه، مفتاح الهدايه عند الله بس. ان طب الرسول ربنا بعته ليه؟ عشان يبلغك الرساله اللي انت بعيد عنها او منحرف عنها او فهمك خاطئ او من الله سبحانه وتعالى رحمة بعبادي ورأفة به. فربنا لما بيبعت رسول بيبعت رسول عشان يقول ايه؟ يقول بإذن ربنا اللي ربنا عايزه. لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اي من الرسل يستطيع ان يأتي بآية او بكلام او بشرع ما جاش في كتاب ربنا. فربنا بيقول هي اسماء انتوا اخترعتوها، لم ينزل الله بها من سلطان. يعني ايه لم ينزل الله بها من سلطان؟ يعني هل تجد كل الاسماء اللي انتم مختلفين عليها بره الرسول؟ ربنا ما ذكرش غير سيدنا النبي والرسل، سيدنا النبي والرسل والعباد الصالحين اللي اكتبهم عشان نتعلم منهم. ما ذكرش بقى الخلافات اللي احنا ماشيين عليها، وقال فلان وقال علان وقال بتنجان وقال مش عارف مين وقال الشيخ ايه وقال ده انت اللي اخترعته، انت اللي اخترعته. ده ربنا ادالك القرآن وادالك فيه الرسول بآيات محددة تمشي وراه، تقول الرسول قال كذا مبلغا عن رب العزة، مبلغا عن رب العزة. فالرسول لما يجي حد يقول لك ده الرسول قال كذا تقول له هاتهالي من القرآن، ده لازم، ده منطقيا لازم. ليه؟ لأن الرسول تسأله السؤال المنطقي البسيط، هل الرسول يقول من تلقاء نفسه ولا يقول من كتاب الله؟
طيب تسألوا السؤال التاني، هل الرسول بيشرع ولا ربنا اللي بيشرع؟ السؤال التالت، هل الرسول يملك أن يقول كلاما غير كلام الله؟ ده لو انت ما جاوبتش على الأسئلة دي بنية صافية وضمير نقي ومنطق سليم، يبقى عندك خلل في اعتقادك وإيمانك. ده انت لازم تراجع الموضوع عندك. ليه؟ لأن الرسول لابد أن يكون كلامه وحديثه متسقا ومطابقا وموافقا لكلام الله، ولا يحتمل التأويل والظن. عشان كده ربنا بيقول إن يتبعون إلا الظن. هو ممكن وحديث حسن وحديث ضعيف وحديث مكروه وحديث مش عارف إيه. طب ما هو لو أنتوا بتقولوا كده إن ده وحي تاني وكلام من عند الله، طب ما تجيبوا لنا بقى الآيات الضعيفة والآيات الحسنة والآيات المكروهة والآيات اللي البخاري رماها. دي حاجة. الحاجة التانية، لما تيجوا تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقولوش قال رسول الله، تقولوا قال الله. ليه؟ لأنه إذا كان هذا وحي آخر، وحي تاني من الله، فهذا هو كلام الله. فزي ما بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن، أعتقد إن كان من الأولى إنكم تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم في الحديث، وتقول بدل ما تقولوا قال الله زي ما بنقول في القرآن، تقولوا قال الله في الحديث. بس عشان انتوا ألسنتكم ما تقدروش تقولوا الكلام ده، وما تقدروش تجاوبوا على الأسئلة دي، وتتبعون الظن وأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هتلاقي المجادلة وهتلاقي الصدام وهتلاقي الكبر عن قبول الحق، وهتلاقي المرض، مرض القلوب، مرض القلوب اللي هو ما ينفعش معاه استقبال الهدى. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يشرح صدره للإسلام يعني إيه؟ يعني التسليم بأوامر الله. وأوامر الله أمر في الأعراف، في أول الأعراف قالك إيه؟ قالك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. شوف الكلام الجميل، لا كلام لا يحتاج تفسير ولا تأويل. كلام بيقول لك ربنا نزل كتاب، اتبع اللي ربنا نزله لك، وما تاخدش ولي أو مرشد أو هادي غير الله. بس شفت البديهية دي؟ شوف الحقيقة البديهية اللي موجودة في سطر. السطر ده 1400 سنة أتباع الإسلام في خلاف. أتباع الإسلام اتخذوا أولياء من دون الله، لم يرجعوا إلى الله، لم يقولوا يا رب اهدنا، قالوا يا فلان ويا علان ويا شيخ فلاني ويا شيخ علاني، لم يطلبوا الهدى من الله، فلذلك هم في تخبط وهم في فرقة وفرق وتشعبت وفتنة قائمة، وفتنة هتفضل قائمة إلى أن يعودوا إلى الله، إلى أن يعودوا إلى كتاب الله. تخيل إن وصل بينا الأمر إن إحنا في هذا العصر، في هذا العصر المتقدم، إن إحنا نرمي التهم على المتمسكين بكتاب الله. يبقى ربنا بيقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فهناك فرقة سمعت لكلام الله وشرحت صدرها لإسلام الله واهتدت بفضل الله إلى كتاب الله، وتجد إن الأكثرية بتشتم الناس دي. تخيل إنك لما تشتم واحد وتقول له أنت نظيف، هل في معنى الشتيمة؟ ما هو نظيف ده، هو أنت بتشتمه بتقول له أنت نظيف، أنت متمسك بكتاب الله. تخيل إنك بتشتمه وسميت مسمى اسمه قرآني. ندعو الله أن نكون جميعا من القرآنيين. ليه؟ لأنه هو كتاب ربنا الذي ليس عليه خلاف، وهو الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لعباده عن طريق رسوله. فأرجوكم ما تاخدوش الرسل والأولياء لمرحلة تقديس الله وتنسوا رب البشر ورب الرسل ورب كل الناس منزل الكتاب الواحد. فربنا سبحانه وتعالى بيرد علينا في النجم في سياق هذه الآية وبيقول لنا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنا مش مسؤول عنها، أنتم اللي سميتوها، ربنا ما سمهاش، ربنا ما أرادش بيها ولا شاور عليها في القرآن، ولا قال لكم اتبعوها، ربنا ما قالش غير اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه إيه؟ لما تخيرون، اللي جاي على هواكم، اللي جاي على مزاجكم، اللي يريح ضمائركم أنتوا، وأنتوا ضمائركم أصلا كلها إيه؟ خربانة وزمم أستك. إنما ميزان الحق بتاع ربنا، ميزان العدل، لا 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 ما يلزمناش دلوقتي، عايزين الحاجه اللي تمشينا على هوانا وتظبطنا كده وتخلينا حلوين. خلاص خليكوا حلوين، خليكوا حلوين.
ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يا سبحانك يا رب، ربنا والله ما ساب حاجة يا جماعة في القرآن، والله العظيم إذا قرأت القرآن من مراد الله ستجد أن ربنا ما سايب فتفوتة، عشان ما فيش حد مدعي علم أو مدعي هداية يجي في الآخر ويقول أنا بتكلم باسم ربنا. طب ما ربنا قايل عن نفسه ومتكلم عن نفسه، حتى عشان بعد الرسول ما يموت ما يجيش واحد يقولك ده ربنا ما نزل لكش كتاب، ربنا ما نزل لكش كتاب يهديك فأنا هتكلم باسم ربنا. طب ما كتاب ربنا موجود، بس احنا عملنا ايه؟ هجرنا كتاب ربنا وهجرنا الإرشادات اللي في كتاب ربنا وسمعنا الكلام مين؟ كلام فلان وكلام علان وعن عن 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 عن، مع ان الرسول اللي ربنا بعته لنا موجود في القرآن. ولا يليق، والله ولا يليق، شهادة لله، ولا يليق أن نتشدق بأي كلام أو أن نلقي على الرسول تهم أو نقول أنه قال دون أن نتأكد أنه قال ذلك، لأنه لن يقول إلا من سياق كتاب الله. فربنا بيرد علينا وبيقول لنا أم للإنسان ما تمنى، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. عايز يمشي الكون على مزاجه، عايز يمشي الكون تبع أهوائه، عايز يمشي الكون حسب فهمه هو مش حسب مراد الله. فربنا بيرد عليك بيقول لك فلله ايه؟ الآخرة والأولى. فلله الآخرة والأولى، يعني إذا كان الرسول في وقت نزوله أو أي رسول في وقت نزوله هو نازل برضه بأمر الله، والله شاهد ومطلع على ما يقول. طب والآخرة اللي الرسول مش موجود فيها برضه بتاعت ربنا. فالأمر لله من قبل ومن بعد، الأمر لله حي قيوم السماوات والأرض، الرسول والرسل قد ماتوا، ماتوا وأكلهم الدود. وما تسمعوش لحد يقول لك ده الرسل أجسادهم لا تأكلها، ده سنة بشرية، سنة بشرية، سنة بشرية. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أمر بحفظ أجساد الأنبياء، طب وليه ما موتهم؟ ليه ما كان خلاهم أحياء؟ ما كان خلاهم مخلدين؟ ده سؤال للفكر، ده سؤال للعقل، ده سؤال لكل الناس. هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني يقام عليه سنة البشر اللي زيكم. انتوا بقى اللي بتتبعوا أسماء زينوا لكم الكلام ده وقالوا الكلام ده، الكلام ده مش موجود في كتاب ربنا. وإحنا كبشر مش مطالبين أمام الله غير بكتاب الله. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تدعى إلى كتابها، لن تدعو إلا القرآن. لن يشهد علينا يوم العرض على الله إلا القرآن. والرسول اللي انتوا متمسكين بشفاعته والله سيتبرأ من كل من لم يقرأ القرآن. بكلام مين؟ بكلام القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللي مستني شفاعة الرسول يوم القيامة يفكر مرة ومرتين وعشرة. ليه؟ لأن الرسول على لسانه قال قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وما يوحى إلى الرسول هو القرآن والله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، القرآن وليس الرسول. الوحي وحي القرآن، إزاي تاخدوها بضميركم أنتوا وتلقوا الضمير على رسول الله؟ إزاي تاخدوها بأفهامكم؟ ما الكلام واضح، وما ينطق، ينطق النطق بتاعه عن الهوى. ماذا نطق الرسول؟ نطق بالقرآن. إن هو القرآن إلا وحي يوحى إليه، فهو مبلغ لله عن الله بكلام الله. فما لم تجده في كتاب الله أنت لست مسؤولا عنه، ولا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به، ولا تحمل نفسك كذبا وافتراء وتدليسا على الله أو على رسول الله. دمتم بخير، إن شاء الله نكمل مع بعض في الحلقة اللي جاية، الحلقة الثالثة من سلسلة الشفاعة، بما من الله علينا من فهم وتدبر لكتابه تعالى. أشوفكم بخير، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.